شو في ما في بميشيغان؟ What's going on in Michigan؟ واضح من العنوان انه نحن بدنا نحكي عن المهرجانات، الايفنتس، الاحتفالات، بدنا نتعرف على السهرات يلي بتصير بميشيغان. يا جماعة، ميشيغان واحدة من الولايات الغنية بتعدد الجاليات والجنسيات اللي فيها، يعني لكل جالية في لها عادات وتقاليد بالاحتفالات والمناسبات تختلف عن الجالية الثانية، وخاصة الجاليات من الشرق الأوسط وأوروبا. يعني عندك الكلدان والسوريين والمصريين والجاليات المغربية والجريك والإيطاليان، كل حدا منهم عنده مهرجانات واحتفالات وأعراس تختلف عن غيرها. وهالمناسبات والاحتفالات متوزعة على طول السنة، مو بس بموسم معين. في كثير ناس تفكر إنه المهرجانات بس بالصيف بميشيغان، لا، حتى في مهرجانات شتوية، في فعاليات شتوية بميشيغان وكتير حلوة بتستحق إنه نحكي عنها. حتى إنه السهر بميشيغان ما بيخلص للفجر، يعني في عندك مدن مثل ديترويت، رويال أوك، مونت كليمنس، جراند رابيدز، فرينديل، ديربورن، السهر فيها فعلا الفجر 5-6 الصبح، وخاصة بالويك إند. بعرف انه في كتير من سكان ميشيغان واللي مسميهم ميشيغاندرز ما كان عندهم فرصة يتعرفوا على هالفعاليات هاي او الاحتفالات او السهرات، مشان هيك انا وانتو رح نروح نتفتل بالسيارة من الساوث للنورث، من الايست للويست، ونتعرف على الفعاليات هاي الشتوية والصيفية، نتعرف على السهرات، نتعرف على المهرجانات. مشان هيك خلوكم معي حتى نعرف شو في ما في ميشيغان بالعربي.